سائل يقول: من رقى نفسه هل يتنافى مع حديث يدخلون 70 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب؟ نعم، من رقى نفسه هل يتنافى مع حديث 70 الذين يدخلون الجنة بغير عذاب ولا حساب بغير حساب ولا عذاب؟ الذين لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون، ما هو الرقية؟ إنه يرقي نفسه ما في مانع، لكن ما يطلب من غيره يرقيه، يسترقون يعني لا يطلبون من غيره، لأن هذا في حاجة إلى الناس فيستغنون عن الناس. إذا رقوا أنفسهم أو رقاهم غيرهم من غير طلب لا بأس بذلك. النبي صلى الله عليه وسلم رقى ورقي، وهو أكمل الناس إيمانا وتوحيدا عليه الصلاة والسلام. نعم، لكن الكلام يسترقون يعني يطلبون من غيرهم، لأن هذا في حاجة إلى الناس. نعم.